أكسر الحدو حراميكس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن أعلن تيك توكر ميكس في لايف مبارح إنه هو راح يعمل أكبر مفاجأة والكل راح ينصدم، اختفى فجأة ميكس عن السوشيال ميديا وحكى إنه هو راح يفتح لايف وكل أصحابه اللي كانوا لايفات كانوا عم يسألوا عن ميكس، خصوصا عبسي اللي كان عم يقرأ كومنتات الجمهور، وفجأة حكى لأصحابه إنه ميكس تصالح هو وضحى وراح يسافر لتونس. لكن المفاجأة هي إنه ميكس عمل مفاجأة لعبسي في دبي. البعض بيتوقع إنه ميكس وعبسي عم يجهزوا مفاجأة ليصالح ضحى. شو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟